عاوز لحضرتك يا باشمهندس ان اللينك بتاعك فعلا بقى يتوارثه الاجيال فعلا. ده مش انا مش بجامل حضرتك ولا بقول لحضرتك مجامله، ده حقيقه. يعني انا لما جيت بكلم زمايلي بتوع الدفعه بتوع السنه اللي فاتت بقول لهم انا الاستراكشر وقع مني، فقال لي انا ما قدمكش غير واحد، المهندس ابراهيم عمر، وبعت لي اللينك. قال لي الراجل ده عبقري لم الاستراكشر. تمام، انا عاوز اقول لك على حاجه، ان اللينك بتاعك كان موجود مع الدفعه، اغلب الدفعه بتوع السنه اللي فاتت، وكل ما نكلم حد من دفعه السنه اللي فاتت كان يبعت لي اللينك بتاعك، والسنه دي اللينك بتاعك موجود في الدرايف بتاع الدفعه بتاع السنه دي. عاملين درايف مجمع فيه كل المواد ومراجعتها، اللينك بتاعك في ضمن الدرايف. ففعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك، وربنا سبحانه وتعالى لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حضرتك معاك الاتنين، العمل الصدقة الجارية والعمل اللي ينتفع به، يعني انت بتنفعنا. ومتعرفش حضرتك ازاي انت مسهل علينا كلنا، مش عليا انا بس، لا انا واحد من الناس كنت لا افقه شيء في الاستراكشر. انا فعلا بلم الاستراكشر وداخل بقلب ميت.